عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي اجتماعا مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية. ناقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني. هذا ومن المقرر أن تعقد غدا أربع جلسات، اثنتان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، واثنتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأيضا تحدي التعاونيات، كما تقع ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني.